هنا السؤال، كيف أقيس خصوبة المرأة؟ أبي أفحص نقدر نقيس أو نقيم نقول هاي المرأة هي قادرة على الحمل والإنجاب أو ضعيفة على ذلك؟ طبعاً هي حتى المفروض تسويه قبل ما تتزوج. قلت لكم الذكر من الفحوصات الأساسية يسويها سيمينال فلويد أناليسيس، والمرأة شو تسوي؟ AMH. يمكن تطرقت لكم إياه سابقاً، هذا بالأحمر عن تيورين هرمون، هذا يقيس كفاءة خلايا المريض على إنتاج البويضات. زين، هنا راح نطرح ثلاث نورمال رينجات، معدلات طبيعية. دكتورة رؤى قالت لكم أنا أفتح مختبر يبني، مش ناقصني أنا أفتح مختبر. فتحت مختبر، إجتها ثلاث نسوان. أوكي؟ أول وحدة، أول شيء خلينا نتفق، مثلا خلينا نقول الـ AMH معدل الطبيعي من 50% هذا معدل الطبيعي. أول مرة إجتك 90 الـ AMH مالتها، ثاني مرة إجتك الـ AMH مالتها 10، ثالث مرة إجتك الـ AMH مالتها طلع 200,000. هذه ثلاث نسوان هيك احسن، ليش نشرح عليهم هذه؟ هاي ناخذها بهالبساطه، هذه حالات مرضيه حتى تبقى عالقه في اذهاننا. اول وحده هسه احنا نفترض انه من 90 من 50 ل 100، يعني مو حقيقه الرينج مالته، احنا نفترض هنا. اوكي افتراض، نعمل بالفيديو وبعدين يكلمونا. طلعت اول مره 90، قال لك يا شباب شلون الـ AMH مالتك؟ ايش راح تقول لي انت؟ طبيعي كلكم تتفقون انه طبيعي ما يحتاج للروح تو هذه عرفت ليش؟ بارك الله فيك. دكتور سجا طلع 10 منخفض، زين هسه تقول لي شنو راح ياثر؟ على الانجاب، عرفت ليش دكتور كوثر؟ تقول علي تقول لي راح ياثر؟ اي هنا اقول لها انت فرصه الانجاب عندك ضعيفه، هنا لابد ما تروح عند دكتوره تشوف يطلج اوبر تنشط المبالغ. اي من هاي الامور اذا كان الـ AMH 10 هنا لا خطا. اي المراه الثالثه اللي سوت لها ايضا تحليل طلع 200,000، وين ال 100 وين ال 200,000؟ شو تقولين؟ تضخم، هو اكو تضخم صح؟ نعم افراط بالمريض، اي اريد حاله مرضيه بالمريض. لا هو ممكن صح، هو ممكن انه يرتفع بالكارسينوما سرطان بالمريض، ممكن بعد اكو حاله كلش شائعه طبعا اذا اي عرفتي جيد. طبعا شو يصير هنا الحاله قد تكون بس انه يحتاج كني تجي النسائيه تكمل هذا الشيء كسرونا كفحوصات اخرى اللي هو البوليسايتيك الاوفري سيندروم، متلازمه تكيس المبايض المتعدد، وموجود هذا المصطلح عندكم، يعني قد تكون من ارتفاع كلش عالي الى انه قد يكون تكيس المبايض. طبعا تكيس المبايض عيني بما انه هذا تبدون تسوون هذا احد اسباب ارتفاع هرمون الذكوري عند الاناث هو تكيس المبايض، ومو بس هنا من راح يرتفع وكاتب لكم اياه يومكم انه هو الاعراض اللي راح تصير بيها ظهور الشعر والصوت والكذا، ليش؟ لان ارتفاع التستوستيرون نتيجه لمن لتكيس المبايض. اوكي هذه ثلاث حالات مرضية عن الـ AMH، ولو مو مرضية هاي ما تعتبر، هاي تعتبر نورمال. اكو سؤال عن الـ AMH كلش مهم، خصوصا المرأة، يعني هو وين تسو؟ التارجت الهدف مالتنا المرأة اللي مثلا صار عندها صعوبة بال يعني الإنجاب. سووا